تحدث القرآن عن المحرومين وعن الفقراء وعن المظلومين. هذه هي المشكلات التي يجب أن نتحد جميعا مسلمين، وعلى المسلم أن يكون هو المبادر الأول بالاتصال بالآخر، وليس بلازم لأن يجره إلى الإسلام، ولكن ليستفيد من عناصر الإنسانية الموجود فيها. والإنسان لا يخلو من خير أبدا مهما كانت عقيدته. على المسلم أن يستدعي أو يثير هذه الإيجابيات في المؤمن وفي غير المؤمن. وبالتالي يعني أنا لا أرى سببا وجيها في أن المسلم يقول أنا أتعامل مع المسلم فقط ولا أتعامل مع مثلا واحد حتى لو ملحد. يعني بالعكس، الإسلام يدفعه إلى أن يضع يده في يده لإنقاذ شخص، لتوفير مثلا معيشة أفضل للاثنين وهكذا. أنا أذكر يعني دائما ما أتوقف أمام حديثين، حديث الرجل الذي رأى كلبا كاد يموت من العطش فنزل بئرا وملأ خفه وسقى الكلب فغفر الله له وأدخله الجنة بسبب هذه الرحمة. فما بالنا لو أنا أصديت هذا المعروف لأخي في الإنسانية بغض النظر عن من هو أو ما دينه.